انت قبلك حكيت على بطولة 2015 استحقتها الكلوب؟ شنو فسر لي فاش مستحقة؟ هي انت مثلا اللي تولد ظلمت برشا عامة. ايه تو انت كان لعبت اللي تولحها من منف وربحت راهي فاتتنا بدوبواز شامبيونات قبل بماتش. ايش نعملوا؟ نحن قلنا لهم ما تلعبوش. اللوم على واحد. نحن قلنا لهم ما تلعبوش. نحن قعدنا اي نحن جيتنا قبل ماتش جرجيز جينا ديربي. لازم معناها ريسبيرونس عندها الفابوري اكثر من نحن اكثر من ليتوال وقتها في بالك. ريسبيرونس كان ربحتنا وربحت ماتش باتشي شامبيونا. صحيح. نحن جينا وقتها دخلنا الماتش هذيك لا خممنا في فلوس لا خممنا في حتى شيء فهمتني كان من الكور. بعض شكل يامت قال لي الماتش هذاك فان اسكندر القصري مدرب جرجيز انسحب وقتها من قبل ايامات من الماتش. هي هذيك لغه ما نحبش نحكي برشا حكايات اللغه هذيك معناها يجي واحد هيك اي جوار لو يعني نعطيك حاجه اخرى جوار يبدا مش خالص يجيك قبل ماتش امبورتون يقول راني مانيش مترين نفس الحكايه يخوف عادي فهمتني تو نحن وقتاش عد الشاكر في 70 واش في 70 واش 70 فاروق كنت ما تعرفوش فاروق عنده خويا كاريزما كبيره ياسر برجوليه راه جبت كرة من الشبكة قلنا بروا الأولاد راكم باش تماركوا بورتون البونتو 50 منه 50 ليف زادتكم الكلمة هذيك نتاع زادت بالطبيعة عندي جارديان قابل بونتو هكاك يجي يقول لك بروا الأولاد راكم باش تماركوا هبطنا هكا باهي كيفاش خرجت من الكلوب المرة الأولى؟ بون هي مرة واحدة يعني قلت لك عركة سي خايس هذيك تثبت في خروجك هذيك سينو ما نخرجش شنو هي حكاية ال 10 مليون طلبهم عليك ريال مدريد؟ ماشي بري وقتها ماشي بري وقتها مازال لي عام رجعت للكلوب هاي كيفاه باش نرجع نترينا ولا لا قالوا لي لا قلت لهم اوكي باهي باش تعطوني ورقي قعدت نطلب 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 باش تزيد عام ما نزيدش قلت لهم الا ذي اللي ذا دريدي اتصلت به قال لي هكا وهكا خلي يجيني لك دو تاو نجيب لك ورق ونجم ونطلبوا غسان مرزوقي تاو يقول لكم راه رئيس سابق المستقبل قال لي هات 20 مليون تنجيب لك ورق 20 مليون اللي هو ولا الكلوب؟ العلم عند رب ما تعرفش معناها إيه تنجم تكون الكلوب معناها ما نعرفش مد الرئيس غسان مد له 20 مليون خديت ورق خذال 20 مليون ليه بتبيع خذال بيه قلت قبل لوحيشي منتصر لوحيشي عمل عليك مزية شنو هي المزية اللي عمل عليه؟ سي معناها باش ندخلش في ديتاي فما دي ماتشوات هو لاعب زو ماتشوات عندك الدربي قبل الشامبيونان هو لاعبني المدرب كان مش مقتنع بيك مش كان مش باش يلعب المدرب انا وقتاش بديت نلعب وقت في الشامبيونان لاعب ست ماتش ربحهم ست ماتش تجي انت تنحيني علاش؟ لعب ست ماتش ربح ست ماتش انت علاش تنحي فيه؟ سانشيز هذا سانشيز جاني قليلة الماتش نتاع دربي ما لبسنيش دوسار مع توتولاري مشيت لبس دوسار مع توتولاري وحدي وحدك وحدي سيمون تصر جاني قال لي قلت له راني باش نكور نحب نكور تصرف قلت له راني نحب نكور جواريت راه قدام جواريت قدام لونترونور عاد في خفيف قلت له نحب نكور راني ماتش هذاك في الدربي نحب نكور قلت له دوما نحب نكورهم